كمان خدعة بسيطة ما راح تصدقها إلا لما تجرب، راح تساعدك تخفف من الاكتئاب والقلق والمشاعر السلبية بشكل عام. بدي إياك ترجع وتخلي ظهرك مستقيم وتتجه بنظرك للأعلى وترجع براسك شوي للخلف. راح تبدأ تحس براحة وهدوء وتخف وطأة المشاعر السلبية. هاي الوضعية تستخدم للتأمل في المنطقة الآسيوية من آلاف السنين، تعمل على تغيير موجات الدماغ لحتى توصلك لهاي الراحة. جربها واحكي لي شو صار معاك بالتعليقات وبس.